أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما يحدث في بعض القنوات الفضائية من مناظرة ومجادلة الروافض، هل هذا لائق ومناسب أو فيه تشويش على العوام؟ لا، هذا فيه مصلحة، إذا كان إن المجادل من أهل العلم، اللي يجادلهم من أهل العلم، فهذا فيه مصلحة، علشان يفضح أمرهم أمام الناس، يفضح أمرهم أمام الناس. أما لو تجادلوا وياه مكان خفي، الناس ما دروا، يبقون على ما هم عليه. لكن إذا فضحوا أمام الناس بشرط يكون من العلماء، ما يكون من أهل الحماس والغيرة، لكن ما عنده علم، لأن ذاك شيطان ربما يلبس عليه ويجيب شبهات. إذا كان عالم، العالم ما تروج عليه الشبهات. أما إذا كان ما عنده تمكن، ربما أن صاحب الباطل ينتصر عليه أمام الناس. فالموقف لا شك أنه موقف حرج، ويجب أن لا يتقدم لمناقشتهم علنيا إلا أهل العلم الراسخين في العلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.